أسفرت المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في طرابلس اللبنانية عن أزيد من 220 جريحا، نقل العشرات منهم إلى المستشفيات بسبب خطورة الإصابة، فيما جرى إسعاف البقية ميدانيا من طرف طواقم طبية للصليب الأحمر وجهاز الطوارئ والإغاثة. وأفادت قوات الأمن الداخلي أن عناصرها تعرضوا لهجوم بقنابل يدوية حربية، مما أدى إلى إصابة 9 منهم، من بينهم 3 ضباط. واندلعت المواجهات عندما رمى عشرات الشبان الحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات باتجاه عناصر القوى الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفرقة المحتجين في مشهد تكرر في اليومين الماضيين. وحاول المحتجون الغاضبون اقتحام مقر محافظ المدينة، بينما تجمع آخرون في ساحة النور أحد أبرز ميادين الاعتصام في لبنان، وسمع إطلاق أعيرة نارية حية مجهولة المصدر في منطقة موقع المظاهرة، بينما أشعل المتظاهرون النار في مدخل مبنى الشرطة. لم تبقى الاحتجاجات حبيسة طرابلس، بل انتقلت شرارتها إلى مدن لبنانية أخرى، حيث قطع المحتجون الطرق رافعين شعارات تندد بقرار الإغلاق العام الذي زاد من تعميق حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد. وبات حوالي نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر، في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة العملة المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، كما تضاعفت معدلات التضخم، واضطرت شركات عديدة إلى القيام بعمليات تسريح جماعية لموظفيها. ورغم الضغوط التي تتعرض إليها دولة لبنان من الداخل والخارج، لا تزال الأحزاب الحاكمة عاجزة عن التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة في البلاد، وهو ما يجعل الأزمة اللبنانية أزمات متعددة الأوجه لا أزمة واحدة.